يوليو تموز 1830 جحافل الغزو الفرنسية تتحرك نحو إيالة الجزائر لتبدأ فصول تراجيديا الشعب الجزائري. سلسلة وثائقية من إنتاج التلفزيون العربي تبحث في صفحات النضال الجزائري. 132 عاما من الاحتلال سعت خلالها فرنسا لتحويل الجزائر بأسرها لمستعمرة فرنسية، فاشتعل الحرف ثورة ونهضت الهوية العربية تبتلع المحتل ومشروعه. درب تحرير الجزائر، الجزء الثالث، الليلة 6:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.